علشان نتعرف أكثر عن أهم ملفاتها وأولوياتها. يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي. برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بحضرتك. في البداية أستاذ حسن، بطلب من حضرتك تكلمنا أكتر عن دلالة تخصيص لجنة معنية بقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن قضايا الحوار الوطني. هي موضوع مهم جدا طبعا، وأنا بحب أنتهز الفرصة دي وأثني على المجهود الذي بذل من لجنة الحوار الوطني، لأن هم وضعوا أساس بصراحة يعني مهم جدا ومفيد جدا، وان ده يعتبر مثابه دستور للفترات القادمه اللي بعد كده وللاجيال الجايه تستعين به في وضع حوار وطني ومشاركه للاحزاب السياسيه ولكل المجتمع في اتخاذ القرار، ان هم يحطوا كل كبيره وصغيره في هذا الحوار الوطني، وان شاء الله هيبقى قاعده واساس. زي ما نشوف العماره لما بتتبنى بيبقى اهم حاجه الاساس، بياخد وقت كتير جدا في بناء الاساس، وبعد كده نص الوقت في الاساس، بعد كده بتطلع ان شاء الله برج بياخد نص الوقت بتاع الاساس. فانا بثني عليهم على المجهود ان هم غطوا كل كبيره وصغيره في موضوع هذا الحوار الوطني. وكمان يعني حتى لجنه الاسره دي لجنه مهمه جدا 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 بالمناسبه، لان دي بتبقى من اساس المجتمع ومن التقدم بتاع المجتمع. احنا شايفين يعني في كثره حالات الطلاق دلوقتي وفي مشاكل زوجيه كتير جدا، ودي بينتج عنها أطفال غير سويين، لأن ممكن الأب يتزوج زواج أخرى والسيدة برضه نفس الوضع، فدي بتؤدي إلى النشأ بيبقى ضعيف. فطبعا كل اللجنة دي هتفيد كتير جدا في المجتمع في إخراج شباب وفتيات واعيين فاهمين في جو أسرة يحتضنهم، طول ما إحنا بنعمل لجان الأسرة دي، لأن فعلا إحنا بنفهم إن لازم يبقى في تثقيف للشباب والفتيات قبل الزواج، وايضا احنا بنادي في تثقيف للاب والام اللي هم عندهم اولاد مقبلين على الزواج دي، لان بيحصل في عادات وتقاليد في موروثات بتؤدي الى التدخل في الحياه الزوجيه للشباب بتخليهم يتفككوا والاسره تتفكك، فاحنا محتاجين تثقيف للشباب والفتيات المقبل على الزواج. توعيه طبعا. طيب ايه اهم الاولويات الاخرى يعني يا استاذ حسن على اجنده عمل اللجنه بين المشاركين في الحوار الوطني؟ طبعا لازم يبقى في توفيق، ولازم يبقى في ان تقبل الاخر من الاثنين، يعني ما ينفعش ان يبقى بيطلبوا حاجات مستحيله صعب تنفيذها او كده، فلازم يبقى في توافق الاول في المستوى المعيشي والمستوى التعليمي وكثير من المستوى الثقافي، ده يؤدي الى تقليل كثير جدا من حالات الطلاق التي تحدث بين الفتيات والشباب، وتخرج مجتمع واعي وفاهم ومتقدم ومتحضر بإذن الله طبعا. طيب خليني أنتقل مع حضرتك لشق آخر له علاقة بقضايا الأسرة، وهو قانون الأحوال الشخصية، ويمكن العديد من المهتمين بهذا الملف بيأملوا أنه يصدر القانون قريبا وبشكل متوازن لصالح الأسرة المصرية. برأيك كيف يساهم خروج القانون في التماسك الأسري وحل المشكلات الناتجة عن الانفصال بين الزوجين، استطرادا لحديث حضرتك؟ طبعا القانون ده مهم جدا وبياخد يعني دراسة وافية ووعية لكي يستفيد منه كل المقبلين على الزواج، ويراعي كل كبيره وصغيره بحيث يتلافى المشاكل التي تحدث بين المقبلين على الزواج، ويفيد كل المقبلين على الزواج وياخذ من كثير من الدراسه. هذا القانون طبعا اخذ دراسه كثيره ووافيه وواعيه، سوف تؤدي في المستقبل الى اخراج مخرجات منه تساعد وتقلل حالات الطلاق والمشاكل التي تحدث بين المقبلين على الزواج. أنا بتوجه بالشكر لحضرتك، شكرا جزيلا الأستاذ حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، بشكر مداخلتك معنا يا فندم.